کفن هاشون پرچم سرنگ ایران، در ذهنشان نه چیزی جز عهد و پیمان، پیمانی که آنها را می برد به میدان. خب فریدون فرخزاد قتل بیاد آنها لبریز از فرخ وطن بودن، دور از وسوسه های روح و تن بودن، سرسبزی صداقت سخن بودن، همرزمان قهرمانان شرف بودن، تمام عمر دنبال یک هدف بودن. دار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ. سید نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسوی کتبلی مستر عباسی آتا شانزلیزه هنا سید سارکوزی یقول بانانی افتخر ان اقرأ كل ما تكتب انت وعلى اخر يعني اشكرك كثيرا اشكرك كثيرا. وهنا في شيء اخر للرئيس البرلمان الفرنسي الاسبق سيد دوبري جان لوي دوبري. جان لوي دوبري كمان كتب هون سي جان لوي دوبري هو حاليا رئيس للكونسي ديتا وكتب بان Vive David Abbasi et vive la République. يعني عاش سياواش أفستا وعاش فرانس. أنا كنت مسلم، أنا كنت أسلم، أنا كنت أسلم، ولكن عندما رأيت ماذا فعل خميني، ماذا فعل بن لادن، طبعا قبل بن لادن نحن شفنا خميني قتل الناس حتى قتل المسلمين. أنا مش موافق طبعا مع مجاهدي خلق، لكن كل مجاهدي خلق هذول مسلمين قتلوهم في السجن؟ في السجن، في الشارع، في برا طبعا. لا في الشارع كانوا هم يقتلون. لا في سجن 100,000 شخص. أنا طبعا ما بدي أحكي من مجاهدي خلق، هذا قصة أخرى، لكن هذول كانوا شعب الإيران، شباب الإيران، وهذول كانوا مسلم، كانوا يسلي هذا الناس. والآن سيد نجاح محمد علي في طهران، أنا مش موافق مع موسوي ولا مع كروبي، لكن هذا الناس مسلم أم لا؟ أخذوا الناس إلى كهريزاك، هذول كانوا مسلم أم لا؟ قتلوا محسن روح الأميني، هو مسلم أم لا؟ أبوه يشتغل مع خامنئي، روح الأميني يشتغل مع خامنئي، قتله ابنه في مشهد. أنا أعرف سيد غنيان من أصحاب الثورة، من أصحاب رجال الدين، من أصحاب خامنئي، من أصحاب رفسنجاني، قتلوا ابنه مصطفى. هذول كلهم مسلم يسلون، ولكن نحن رأينا بأن الإسلام في داخل إيران، طبعا تعرف أحسن مني، بيختلف مع الإسلام موجود في العراق، في لبنان، حتى في بلاد الأخرى. حتى الشيعة تبع الخميني اختلف مع الشيعة مع الآخرين رجال الدين الآخرين، لأن الخميني هو بده يحكم، بده يأخذ السلطة، بده يجلس على مكان الشاه ويحكم الشعب. الآن أنت روح في شانزليزة سيد نجاح محمد علي في شانزليزة، اطلب من الناس، أنت إيراني؟ نعم. أنت مسلم؟ لا أنا مش مسلم. شو اسمك؟ جمشيد. ممكن كان عنده علي قبل البارحة، لكن اليوم صار جمشيد، صار كورش. نحن في هذا الشانزليزة رأيت شخصيا منذ 30 سنة، أنا رأيت شخصيا بأن أبناء الرجال الدين الإيراني يأتون هون يجلسون في شانزليزة يشربون. بعد ما أنت إذا سألت أنت مسلم؟ لا أنا زرتشتي، لا أنا لا ليس لدي دين. شو اسمك؟ اسمه ممكن علي أكبر، علي أصغر. أنا اسمي داريوش. أنت تعرف أحسن مني سيد نجاح محمد علي، أنا عشت في إيران وعشت في مع الإيرانيين. الآن في برا حتى في داخل عندما تسأل من الناس هم يحرمون الإسلام، يحرمون الاسم الإسلامي، ويقول ويتشبث بالعقيدة
إيرانية قبل الإسلام. ليش؟ لأن شافوا منذ 32 سنة إسلام الإيراني، الإسلام الخميني، يقتلون الناس، يسجنون الناس، يسجنون الناس ويخربون بيوت الناس. أنت قلت أن الإيرانيين يخرجون من دين الله أفواجا بسبب تصرفات رجال الدين أو الحكومة الإيرانية، وغيروا أسماءهم. أنت أيضا أحكي لنا عن حالتك وتجربتك الشخصية. عندما صار عمري 40 قررت أخذ اسم سياوش أوستا لكي بكون أسوة، أقول لك أسوة لتاريخنا، للحضارة تبعنا، ولما يفكرون شعبنا اليوم، شعبنا اليوم، شعب الإيراني اليوم، شعب الحضارة العريقة الإيرانية. حبيبي أنا أقول لك شيئا لكي أكثر الناس لا يعرفونه، بأن نحن لا نريد بأن شعبنا غير دينه. أنا ضد كل أديان، لكن أقول لك بأن نحن نعتقدون بالله، ولكن زرتشتي وأفستائي مشاننا هي دستور للحياة مش دين. يجب أن تعرف هذا ويعرفون كل الناس بأن نحن لا نريد أن نغير دين الناس، لا، لكن نريد أن نعطيكم هم دستور، دستور من أجل الحياة جيد وطيب والسعادة في هذا الدنيا والجنة في هذا الدنيا. هذا مش دين، هذا دستور للحياة. زرتشت هو ما قال بأنني جئت من عند الله، قال أنا جئت ليذكركم العلمانية، علمانية المخ ومغز تبعكم، ويتخذون العلم كأسوة في حياتكم. أبدا هو ما قال بأنني بعثت من عند الله لأعمل هذا ولأعمل هكذا. فلذلك الزرتشتي مش دين كما دين موجود، دين إسلام، دين يهودي، دين دستور للحياة. وكتاب أفستا، كتاب أفستا كان مكتبة 120 كتابا، 120 كتابا من كل العلوم موجودة في العالم. يعني القصة الزرتشتية يختلف من قصة الأديان، يعتبرون بأن جاء من عند الله. هندارنيك قفتارنيك كردارنيك، ماذا يعني هذا؟ يعني الفكرة الطيبة، قفتارنيك الكلام طيبة، كردارنيك العمل طيبة. يجب أن تفكر، تكلم وتعمل طيب وجيد. اكبر مخرج ايراني، يعني مخمل باز، طيب، دكتور زياد، راجل شاعر وفنان ايراني، انجليزي وعربي، در سطح دنیا گزارش داریم.